الدستور عندما يوضع يجب أن يحترم من الجميع، وإذا خلفناه سوف نكون دائما بصدد أزمة. وهذه الأزمة التي نعيشها اليوم وهي ناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتأجيل انتخابات، هي أزمة تذكرنا إلى حد ما بالأزمة التي عرفناها سنة 1991، قل أزمة مؤسساتية بطبيعة الحال، أزمة دستورية، التي عرفناها عندما أقر المجلس الدستوري آنذاك بأنه لا يمكن تطبيق أحكام الدستور لأنه تزامن استقالة رئيس الجمهورية مع شغور المجلس الشعبي الوطني، وهذا تفسير قابل للنقاش، تفسير قابل للنقاش، وبطبيعة الحال خول هذه المهمة إلى هيئات لم يقرها الدستور. رجل القانون لا يملك إلا أن يرجع للقانون وللقانون الأساسي وهو الدستور، بحيث يجب اليوم أن نفعل المادة 102 من الدستور قبل فوات الأوان. نفعل هذه المادة حتى يمكن أن نرجع للمنطق الدستوري وأن يرتب الدستور كل أثر وكل الحلول موجودة في الدستور. يجب أن نفعل، أن تفعل هذه المادة. عندنا حالتين أو ثلاث حالات، بطبيعة ما نش في حالة الوفاة، رانا إما في حالة الاستحالة ولا في حالة الإعلان عن الاستقالة. الإعلان عن الاستقالة هو عمل إرادي من قبل رئيس الجمهورية، أو الإعلان عن حالة الاستحالة من قبل الهيئات المخولة بذلك، أي المجلس الدستوري حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 102، حتى نتفادى ونتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان. معناها خرجنا من المنطق الدستوري وندخل في متاهات، في تأويلات، كما عرفنا ذلك في المرحلة اللي عرفناها، حيث أن الدستور وضع ما بين قوسين. Nous avons vécu une parenthèse constitutionnelle. Donc, il ne faut pas qu'on revive une autre parenthèse constitutionnelle. خلاص. الآن مادام أن الأدوات موجودة في الدستور وأن الرأي العام يطالب بتطبيق الدستور، يجب تطبيقه. هذا لا يعني أن هذا الحل لا تواجهه صعوبات. تواجهه صعوبات. الصعوبات بطبيعة الحال كون أن رئيس مجلس الأمة الذي من حقه أن يتولى النيابة هو طرف، هو من حزب الموالاة، قد يرى بعض الفاعلين أنه طرف ولا يمكن أن يكون ضمان لأن يسير هذه المرحلة وأن ينظم الانتخابات، لكن ما زال عندنا الوقت حتى نتدارك هذه الأوضاع. رئيس المجلس الدستوري أيضا قد يرى البعض أنه ربما قد لا يكون في، هو أيضا قد يكون طرف، رئيس المجلس الدستوري معين لمدة 8 سنوات من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة منتخب، وتبقى الحل الوحيد الاستقالة. أنا لا أقول لا، لكن الاستقالة ممكنة، وهنا في هذه المرحلة لا يجب الأخذ بعين الاعتبار، يجب أن يكون الحل توافقي، توافقي مع كل فاعلين السياسيين، بالأخذ بعين الاعتبار أساسا رأي أو ما عبر عليه الرأي العام من طلبة. لا يمكن أن نصل لأي حل مرضي يكون بجانبي أو لا يعبر على
إرادة الرأي العام وما جاء به من طلبات. إذا وصلنا إلى غاية تاريخ انتهاء العهد 28 أفريل، هنا سوف نقع في فراغ دستوري، لأن النيابة حسب ما نصت عليها أحكام المادة 102، النيابة مقترنة بثلاث حالات: حالة الوفاة، حالة الاستحالة، وحالة الاستقالة كش حالة أخرى. وهنا قد نقع في فراغ دستوري، وسوف نلجأ أو يلجأ الفاعلين إلى تصور هيئات ربما قد تكون قابلة للنقاش، ولا أعتقد أنها تؤدي إلى حل مرضي للجميع.